وهي عبارة عن صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو على أقراص سي دي، وكذلك شهود في محل الحادث، وكتب مخاطبات رسمية صادرة من جهات رسمية. وكل هذه أدلة أثبتت اشتراك المجرمين، كل من آمر قوة سوات ومجموعة من الضباط بهذا العمل الإجرامي، وتقدم توقيفهم من قبل اللجنة التحقيقية. إلا أننا تفاجأنا بأنه رئيس محكمة استئناف ديقار، والذي هو رئيس اللجنة التحقيقية، قد قام قبل 5 أيام بقرار منفرد بإطلاق سراح المجرمين المتهمين بجريمة قتل الشهداء حمزة كامل وعلي ساير ومصطفى أحمد، وكذلك تغيير الوصف القانوني إلى وصف لا ينطبق مع فعلهم الإجرامي، وكذلك العقوبة في ظل استغلال هذه الأزمة والعطلة الرسمية، وكذلك عدم المتابعة من قبل وكيلنا المحامي علي معارج كونه يمر بأزمة صحية بعد تعرضه لمحاولة اغتيال من قبل المجاميع الإرهابية. لذا نطلب من رئيس محكمة الاستئناف إيقاف بيان لنا سبب إطلاق سراح المجرمين المتهمين بقتل الشهداء، وكذلك تغيير الوصف القانوني لفعلهم الإرهابي، حيث هذا القرار يجعلنا بمحل الشك في استقلالية القضاء وموقفه من القضايا الخاصة بعوائل الشهداء. وإذا لم يتم بيان الأسباب أو كانت غير مقنعة، سوف تكون لنا كلمة أخرى وقرارات نعلن عنها لاحقا. الرحمة والخلود لشهداء ثورة تشرين الخالدة، والخزي والعار للمجرمين ومن يسندهم.